تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم. تسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وقد وصل سعادة السفير كمال ديمرجيلر سفير الجمهورية التركية إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير الجمهورية التركية، وتبادل جلالته مع السفير الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين. كما وصل سعادة السفير أوفند ستوكا سفير مملكة النرويج إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير مملكة النرويج، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البحرين والنرويج وما تشهده من تقدم وتطور في جميع المجالات. كما وصل سعادة السفير جيمس مونورو سفير نيوزيلندا إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير نيوزيلندا، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين على الصعد كافة. كما وصل سعادة السفيرة مايا جيواري تسافي سفيرة الاتحاد السويسري إلى قصر الصخير، حيث كان في استقبالها رئيس المراسم الملكية وجرت لها المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.
وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفيرة الاتحاد السويسري، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة بين البلدين، وقد تبادل صاحب الجلالة مع السفراء الجدد الكلمات الترحيبية، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولهم الصديقة، متمنيا جلالته لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية. كما نقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحياتي وتقدير رؤساء دولهم وتمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية. Okay.